أو كيف كذا؟ راحت الفلوس، راحت الغالية أم الطيبة. أنا والله مقطع جديد من إلدن رينج، الحلقة رقم 13. طبعا هذه الحلقة يا جماعة الخير ممكن الأخيرة وممكن قبل الأخيرة، إي نعم، لأنه أنا هذه المنطقة الثلجية فيها طلع كهوف، وكهوف كبيرة فيها تحصل استدعاء أرواح وأشياء واجد، فودي إني كذا أفرمها كذا بشكل سريع ونشوف إذا بقى وقت، يعني نص ساعة خلصناها نروح البوس الأخير ونختم اللعبة، أما إذا أخذنا 40 دقيقة فنخلي اللعبة الحلقة قدام. وصراحة ماني زعلان لأنه اللعبة هذه أسطورية يا جماعة الخير، والله الواحد ما يتمنى إنها تخلص، أقسم بالله العظيم. ما عليه، بنحلبها أصلا حنا أكثر من تختيمة بإذن الله تعالى بعد ما نختم هذه. يعني على العموم منطقة الثلج معي أخوي غالي فرناس، يلا حيا منور يا فرناس. الله يحييك يبقيك. أنت علمتني طبعا المناطق هنا، فرناس علمني على هذا الكهف، قايل لكم عليه من الحلقة اللي راحت بستكشفه، لكن قال لي هنا في كهف وبرضو عندي هنا في كهف. شلته؟ نايس علي، ما عليه. وبرضو في مناطق ثانية أنا محدد عليها بس والله إني ضيعت وين محدد، وهنا برضو في كهف يا جماعة الخير، هذه كذا صارت ثلاث كهوف، وبرضو عندي منطقة ردهان في كهف اللي هو عزاوية منطقة ردهان. فأنا ببدأ حاليا من منطقة الثلج، بما أني أنا حاليا من منطقة الثلج فودي أني أروح على الكهف هذا اللي هنا قريب مني اللي هو رقم 4. فلاتكو خلنا نروح نشيك عليه نشوف وش في الكهف هذا. المهم يا جماعة الخير، هذا التنين، هذا المنطقة وصلنا لها، ما شاء الله عندها حراسة مشددة. ما يمديني أفتح الخريطة بسبة الخوي هذا اللي هنا، يمديني أذبح بسرعة هذا. لا تطيحني من الحصان يا اخي حقي، والله ماني حيل انزل لك. عطى انيميشن حق ذا السلاح. طبعا هذا سلاح ملينا اللي ذبحناه بحق اللي راحت، اللي فيه لها حركه مخليني استخدمها. صح على فكره هذه الحلقه ما راح استخدم فيها شو اسمه الميمك، بلعب الحالي. ابلع ستايجر يلا. والله توقعت وصل يموت بستايجر هذه، شايف كيف الدمج؟ ايه يلا يلا بابتها. وش صار؟ عالج نفسه يعالج نفسه هذا؟ صدمني وربي. اصبر شفيك ابلع. والله هو يكسيرها، خرب علينا يا رجال الشغل. على العموم هذه المنطقة يا جماعة الخير اللي حددتها انا رقم 4. هنا في سيوف لازم احط، اوكي. المشكلة ما عندي سيوف واجد، فممكن في بعض الكهوف ما اقدر ادخلها. ان شاء الله يا رب تكفي، ان شاء الله يا رب. انا ما ادري صراحة كم سيف عندي، خليني اشيك اشوف. اي تجي هنا. وين السيف؟ فوق واحد. وينه؟ فوق. السطر الأول. اوه هذا هو. ما بقى عندي إلا واحد. شوف لي بياعين لعله وعسى يعطوني. عاد اذا في كهف ما يمديني ادخل الا عن طريقه، فللاسف ما راح ادخل. ايش في تحت؟ هذا بعدين تجيها. والله هذا الكهف غريب. الكهف هذا غريب غريب. انا ما راح استخدم ميمك زي ما ذكرت، بستخدم كذا نفسي فقط. بستخدم نفسي فقط لا غير. اعطينا عود. والله ترى ملينا يعني شفت المقاطع، اكثر مقاطع الناس يستعملون معها الميمك. يعني كيف المقاطع اللي شفتها يعني ضد ميلينا؟ ايه ميلينا اسمها، ها يا وليد اسمها ميلينا. هي اسمها ميلينا اندفيتد سورد وومن. ايش فيها؟ هي علقت الكاميرا ترى مره ثانيه. علقت نايس. ايش اشتغلت؟ علمني اذا إيه؟ علقت. اوكي اوكي ميلينا اسمها، ايش فيها؟ اي اكثر ناس يعني اشوف المقاطع كلهم يستدعون منك ميمك، يعني نادر تلقى احد انه يخلصها بالحاله. طبت شو السالفه؟ والله انا كان ودي اخلصها لحالي صراحه. ميلينا قويه واغلب اللي ذبحوها معاهم ميمك فعلا. انا صراحه متندم انه خليت الميمك هو اللي يعني يذبحها معاي. والله صراحه بنيو جيم بلس ان شاء الله الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه ما راح اخليهم يساعدوني ميمك، ما راح العب ميمك خلاص. الميمك بس ميمك اتوقع بيضافون مع النيو جيم بلس.
ايه بيضعفون اكيد 100%، بس انه حتى لو بيضعفون ما ودي استخدمهم خلاص. شوف هنا مكان سري بس ماني عارف كيف اجي. مو بهنا، تعال ورا، تعال ورا، كم تعال وراها. ما يحتاج. ساموراي معلي شرة. ساموراي اعتذر يا جماعة الخير، الكام طفت. عندي مشكلة في القطعة هذه، القاتو ما ادري ايش دائما تخرب علي الكام، ما عليه. نايم. نايم. قوم 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 قوم. صدق سيف ملينا بدون شو اسمه، بدون القدرة هذه احسه مرة ضعيف، انه الضرب حقه عادي كذا ما ادري كيف. ودي احط معاه سلاح ثاني كتانا. دقيقة ودي احط معاه سلاح كتانا ثاني يكون على الاقل المونفيل. المونفيل اللي استخدمه انا طيحت، صح انا طيحت من الانتليجنس. ابغى لي احط خاتم الانتليجنس، ماني حاط خاتم الانتليجنس، بحط هذا. لا حط السيف الاحمر يا اخي. اول دراجون صح صح صح، الدراجون مره قوي ترى. وين الدراجون؟ اي هذا دراجون بليد، على الاقل اقدر استخدم كومبو. والله يا وليد عرفت شو مقاطع يا ولد اللي عندك له الله. شايف؟ مره قوي. شايف صار افضل الوضع. الحين صار افضل. يفضل وات؟ مين ضربني؟ يا الله. عادي. السحر بلعب السولز ترى مره قوي يا فرناس. انا اول ما اخذت الشخصيه كانت ساحر، بس يلا حولت على ذا. من امك عيل. خذ سورسر؟ لا لا سورسر ما ادري ايش اسمه، اخذت اي كلاس. اتوقع يطلع لي كلاس هنا. خليني اشوف طالع لي كلاس. من اللي يطلع لك يا ولا؟ ما ظنيتي. ما ظنيتي. الكهف هذا شكله عميق يا فرناس صح؟ ما ادري. انا هنا فطست. انهم الشبيبه نايمين. ابعد. اوه وشو الطريق هنا؟ مقفل هنا، في اغراض بس. هنا في رنن ارك. يعني جيت هنا على الفاضي، بروح من الطريق الثاني يمين. اوكي رجعت فلوسي 19000. انا ما تسوي لي شيء الان، بشرب بس مو الان. خليني ابعد عن ذولي. عندي التيرز 9، ما حصلت التيرز 10. اعتقد الكنيسه اللي انا حاطها فوق على الزاويه هنا بالثلج هي اللي تعطيني ال 10، والله اعلم. يمكن. ايش في هنا؟ يرقى هنا، مطمط هناك. طريقي من هنا. اها. ها. الكهف ذا ثلجي، ما تعرف وين يوديك، وين يجيبك. يا ولد هذا الكهف ذكرني بكراش، ما ادري ليه. الجزء الثاني يضيعك يا رجل الكهف. اوه هذه المنطقة الحمراء انا كنت اناظرها من فوق. اسحب على ذولي سيفون. الله يقطون دم، اول مرة اديهم يقطون دم تصدق؟ ميكالا لاي جذبت ميكالا. ما فهمت. وش ذا؟ وش اللي خذيته؟ وردة اسمها ميكالا لاي كذبت ميكالا. تبمون ها؟ تسوون سبامينج ها؟ انا بنزل اسحب عليكم. انا نسيت البوس هنا. كذا واخذ الغرض. اوه شوف البوس وين. شوف البوس وين. اها انت يا اخي انت ممل والله. اوه عنده سيف هولي. تعال ما راح استخدم عليك ترى شو اسمه الميمك يا مسكين. انت صارخت الوقت اللي غلط. اصبر. ياهو يا ملك الكومبوهات انت يا طرزان. يا بهيلو شو قلت كذا؟ الله يا السلاش اللي قطع علي. بس السلاشك بطيء يا اخوي لانك راح تموت. حسافة والله. يعطيني السيف حقه؟ ولا يعطيني كورة؟ لا والله اعطاني جولدن اوردر. جريت سورد. بس هذا كذا الكهف ما في شيء ثاني؟
معقوله يا رجل؟ بس كاف حق ردهان ترى فيه يعطونك 2 استدعاء. انا اروح حق كهف ردهان. الكهف هذا ما في شيء، ما في الا هذا بوس. خلينا نروح للكهف اللي بعده يا جماعه الخير. اوكي يا جماعه الخير، انا كنسلت كهف ردهان حاليا وجيت عند البونفاير هذه اللي هنا، ابغى اروح للكهف اللي موجود هنا، فبمشي مع الطريق هذا الين اطلع لفوق مع الجبل عشان اوضح لكم الطريق اللي مهتم يعني وين يروح وين يجي. يا جماعه الخير، من عند الساموراي اللي ذبحناه بحلقه الدم قبل حلقتين ثلاث تقريبا، التشيرش اللي عنده البونفاير حقها راح امشي معاها، وفي هنا نزله انقز على الجبل. ف ان شاء الله انه يمديني، في الناس قاعد يقول لي من هنا من فوق، ف ان شاء الله انه يمدي. والله يا فرناس ما يمدي، متاكد؟ لا بس يبي لك تكمل سيده لا تنزل منه. متاكد؟ شلون؟ لا تنزل، لا تكمل، كمل سيرين. اه دق مشوار، اوكي. يا رجل اللعبه فيها كميه استكشافات ما هي طبيعيه ابدا، والله ما هي طبيعيه. يعني من متخيل انك اصلا تنزل من هنا تطلع الجبل لفوق بعدين تنزل 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 لين تنقز وفي يدنا. يعني تخيل السالفة والمشوار اللي تسويها عشان تقدر توصل. فعليا سالفة ما هي طبيعية ابدا. صح يا اخوي؟ والله العمالقة هنا كلهم مفطسة. داهم البرد ها؟ ايه داهمهم دهام. دهام ذي حلوة جديدة. انقلع. من هنا تنقص صح؟ اوه هذا يبغى له شكله مفتاح او شيء ولا؟ بيرس من احد ترى. رسبن؟ مين رسبن؟ ترى غريبة، أدري أنا مضيع. أنا مو مضيع. أوه أنا مضيع ضايع. هذا من نوعية الدناجن الكبيرة ترى. من نوعية الدناجن الكبيرة هذا. جبت العيد بس انه اوكي خلاص اشوى. ايوه يا سلام اشوى. الحين تجيني ذيك يا تقول العربه. اي العربه لازم، العربه والكوفر الكبير انت تجيك عربه. عاد يا رب يمديني افتح هذا. اي تقدر، عندك واحده. غلط اثنين. لا اشوى. ايتم فليم بروتكت مي، نار تحميني. الله اوكي بس كويس انه الدنجن ما تحتاج سكين، يعني اذا تقدر تبغى تسحب على السحر اسحب. وشو ذولي؟ اوه ذا حق الفليم. هذه لحظه تو دخلنا هذا بشوف كذا رافع يده. ها مسوي جمل خوي اسس بودي. لا تستهبل، الفار موجود هنا كبوس فايت عادي. هذا شب ما تقدر تدمجه. ليه؟ لان ما تشوف انه زي على الشبح كذا صاير لون اسود كلهم، فلازم تجيب زي التعويذه. فهمت المقصد؟ اها يا لين لين. فهذه التعويذه وينها؟ فوق. خلهم يخلوني العيال ذولي بعدين نشوف التعويذ. هذه التعويذه هنا. ايوه اول ما يخشون اضربهم يستنون. عرفت؟ ايه يلا تعال تعال. دور دور، هو الموضوع دور. تعال خلاص خلاص، لا خش فيها خلاص، تروح منه محتاج استنى. فهمت؟ وهذا طيب. هذا ما ادري والله، هذا ما يبي يجي. معي الرجال القطو. تعال خلاص ما... اكره هذه الحركه يا مسكين. راحت عليك، راحت راحت راحت. احس الثلج بيذبحني بسرعه. الثلج قوي. أكره ذي الحركة، أكره ذي الحركة. المشكلة يسبب تأثير شو اسمه؟
كفايه خلاص. يا لي ابلع بس واحد مروح. انا ما ادري ايش مسكت معي اذبح ولا تستني، كان بديني اسحب عليه ترى بس كذا قلت انت وراك انت وراك ترى في زي اللي بخ ترى في طريق بعد تحت تدري. قاعد تسوي؟ مو عيب عليك تضربني بالنار؟ هنا في طريق؟ لا النار هذه متى تنفخ؟ يا سلام يا سلام اغباني. تلقى فوقها يعني؟ لا لا بس كذا هم حاطينها كفخ. اوه ارجع 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 وشو؟ شغلها ناظر فوق. ما في تعويذة صح؟ لما ترفعها تطلع التعويذة. طيب هي عشان تجيب تقتل دوري اظن يبخ بعد هنا. فهمت المقصد؟ ذبحوني لابد يصير فيهم كذا. اصبر 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 قبل ما تروح. يمديني 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 يمديني. النار هذه اللي فوق مرة قوية. وين توصل بالله؟ اوكي. تن تن تن. انا اسدك يا ترى. هذا ما شاء الله صامل. ما يمديني افتح الباب خلاص. الا اذا حصلت سكين شيء ثاني. مع السلامة يا خوي. السلام عليكم. يا رب عاد اذا طحت تطيح تتدمج. افطس ان شاء الله. ام الحماس هذا الحين كيف بطلع فوق؟ لا انا ما احتاج تطلع. ما في طريق. اوه افتح بوابة. لا يا شيخ هذا هنا في بوس. هنا في اسحب اتوقع التعويذه هذا لازم تقتله. بس كيف التعويذه؟ لازم شغل شيء عنده اعتقد. طازج التعويذه عشان نبدا هذيني عنده لازم تقتله. لوكت باي سم مدري ايش. ليه ليه وش ذا؟ ما اقدر اسوي شيء عنده فرناس. ما اقدر. هذا يحتاج تعويذه بس ما ادري كيف الطريقه. وين التعويذه طيب؟ انا نسيت الكف ترى الفتره طويله ما جيته. لازم هذا يموت. خذيت. ايه؟ دلال النيران ها؟ هذا طالع في الكاتسين ها؟ ايه خليته يعلق. يا عمي هذا مجنون. المشكلة يضرب نار وهو ماشي. ايه. يلا حركات المبزرة. انا يا انت. السلام عليكم. انت اللي راح تموت يا اخوي. انا اسف عاد يا ريتهم يعلموني. اكيد بالاسانسير يعني تشتغل. هي اذكرها. اه والله من جد. بس بعد ايش ما عاد عندي. يا الله تعال يا اخوي تعال. تعال لا تسوي نفسك أعمى. تعال تعال تعال. شو في هذا؟ هذا معصب مرة ذا ها؟ جسمه مربع ذا.
المشكله خاف دمجه عالي علي انا ما عندي هيل الان ما عندي شيء بسته هنا والمخيش اول ضربه دائما ترى الدمج وما اشرب هذه انا ما يدمجني واجد واو نايس ايه ذبحناه من دون ما اعبي هيل اصلا انا صار معقد ها يعني يا جماعه الخير باختصار شديد لا تذبحون احد خليكم سيده لين توصلون المصعد انزل مع المصعد وارفعوه الله يعطيك العافيه يا فرناس من جد معقد الله يعافيك عاد هنا في اوكي ما عندي مشكله خلني افطس ما في اي اشكاليه بالموضوع صح انه ما عندي هيل ولا عندي شيء يطلع شكله بوستاف يطلع لك والله الناس يستر بوست اللي هنا قطو لازم يكون قطو انشنت هيرو اوف زامورا والنعم والله يا زامورا يا ساتر الدمج حقي عليه كيف يا زامورا يا مسكين اذا ذبحتني الان احلم انك تذبحني بعدها وهذا انا ماني قاعد اعطيك بلاد لس يعني انا بغير اسلحتي ماني حاط لك السلاح القوي زامورا اوكي شوف زامورا المسكين شرح كيف الان راح يصير فيه هذا تقدر تطلع اني اقدر جسمه ها؟ قاعد اعطيه الباك ستيب زامورا راحت عليك يا غوي ما شكلها شكلها بنت يعني اللي يخوف اذا عباني اذا عباني جمدني ثلج كامل يعطيك بوف زي كذا تموت على طول راح يذبحني لا ما موتك السلام عليكم اعطاني لباسه كامل زامورا ماسك زامورا ارمور زامورا بصير زامورا انا يا جماعه الخير خلاص الشايب النينجا هذا خليه يولي بلبس زامورا الان بصير زامورا وش اي واحد زامورا؟ يمكن فوق ندريك ترى عارف كذا كلها اسمها زامورا تلقى فوق 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 لا ما يجي زامورا هنا الا والله ليه درع خفيف ها ايه صرت انا زامورا الان صرت خفيف صرت زي زامورا والله نايس يا فناس الله يعطيك العافيه صرنا زامورا الان الرجال يقرب خلنا نروح الان للكهف اللي بعده يا جماعه الخير يلا ذا الكهف معقد من جد بس والله هذا الشيء الحلو ترى التنويع بالكهوف شيء مره رهيب والله هنا اذا انت ما تحط علامه بالخريطه على مكان الكهف تضيع يا رجل تمشي كذا خايف تطيح من جمال عاليه هنا في كهف بس ما ادري وين المهم يا جماعه الخير انا جيت على الكهف اللي بالمنطقه الثلجيه يسار كيف عرفت يسار؟ شوفوا هذا خط الخريطه اللي تجمعوا. فهنا في كهف بالمنطقه هذه الواسعه هنا الدائره عدوا صخرتين ذي صخره صخرتين ثلاث بالمنطقه هنا الواسعه. بس انا ما ادري وين الكهف بقعد ادور معاكم ترى يعني انا فرناس هو اللي رايح الكهف فبقعد ادور فيه. تبيني اشوفه بالخريطه وين بالضبط؟ وينه بالضبط؟ انت علمتني عليه هنا بالضبط هذا هو. طلع بوابه. مني قالوا اوه هذا بيخش. الله يستر عاد مو كهفك هذا يحتاج سكاكين. انه اي كهف يحتاج سكاكين انا ما راح اقدر ادخله. يعني على حسب الكهف اللي علامته بالخريطه هو اللي يحتاج يعني ممكن ترى. يب. سكينه محتاج. قلبنا زامورا. زامورا راعي السيف الطويل. لا 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 تطيح لا تطيح تموت. اذا طحت اموت يب. الجسر هذا ما يسبح. انضربني. الضفادع. هذا كيرس صح؟ يا خوي تكفى 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 يا خوي زمورة يحب الجاموسة هذا اعتقد لو يلمسني بموت ايوان شكرا يا خبيث
والله ذول اخبث على وجه الارض. مات احسن احسن تستاهل يا خبيث. يا اخي اللعبه فيها غباء هنا شوي عادي ترى والله شيء الكهف وانه خبيث يا اخي. طفى 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 وراك ايش رايك ما يبلشك ها؟ انا داري انا اصلا ما ابغى اروح مع الطريق هذا واروح اطفيها اصلا من عندها الحل صدقني. حليلك يا فرناس تحسبني بسحب عليها؟ لا لا والله يعني في شيء فوق طيب عشان ترقى له. السلام عليكم. يعني انا جيت هنا على الفاضي. اجل الطريق من هنا. الطريق من هنا. الضفادع ذي تكون اوه نايس. يا هلا والله. انت بينا في قطو هنا. اكيد بيكون في قطاوي يا رجل. هلا خله يموت من هذه ايش رايك؟ اتمنى انه يموت منها عاد. حركات يا مروح عندك سحر. السلام عليكم. يو هذا الكهف غثيث. انا ابغى افتح ال اوه عندك راسين مدي ثلاث. ما ادري عنده شيء. ما في شيء هنا شيء ثاني؟ اوه في لفه عنده جدار مخفي. لا مو هنا يسار يسار في النص. يمين في النص يا وليد. هنا ما في شيء يا رجل. ما في شيء؟ اجل انا ملخبط. اجل ارجع. تأكد ما في شيء؟ اعتقد الله اعلم. يا اخي هذاك تحسه باب. وين؟ هذا. خلاص يا اخوي انا اتركك ها؟ تحت طيب تحت تحت. اي تحت تحت تحت. اوه بابا في تحت من يسار. يسار. يا حبيبي اللعبة توه. اوه في بالكري هنا. اصري خلصت الثمنة حقتي عادي. بقوة المقدسة. قول ابلعي بس ابلعي ابلعي بس. اوكي يلا. يعطونك قريب هنا. كم تسعة؟ ثمانية. ما خربيت الثلج ما اقواه يا رجل. اصبر اصبر. اوه نظام كذا لازم توصل منطقة معينة. يا الله. روح. استفدت من الوساخة حقتك؟ طاح. اوه الحين يقول لك تلقاه فوقه ثم تلقاه بعد حاول ترقيه. انقذوا ضربة قوية. كويس. هذه البوابة. The door are open. والله شو. هذا المكان جيت منه صح؟ ابغى اشيك على البوابة هذه وش في هنا. يا ليتني ماني جاي.
خلهم يموتون ها؟ خلهم يموتون يا عمي ويعيشون بسلام. البوابة حقتي هنا عند البوس، معي حبتين. بروح انزل على البوس اسلم عليه اشوف شو وضعه. البوس والله انه تعبنا ان وصلنا لك يا اخوي، تكفى عادي يرحم والديك. ضبطنا ها؟ لا يا شيخ. النوعية هذه ما دانيها من الوحوش. يبلع السايكر ترى ذا، اذا نفس خوينا الاولي. لا والله ما يبلع. باك ستيب معليش. السايكر اللي تكسر له درعه. حمي حمي نفسك، اي تعال حط نفسك بف. ما ادري ايش سويت بف والله ماني فاهم. اعطى نفسه دفاع ديفنس زياده. جريت يعطيك. هذا اذا فعلا تبغى تطور يضبطك. يعطيك اللباس الاحمر حقه باتمان، وينه؟ لبس لبس لبس، مو باخذ هذا ولا ما ذلك. هذا؟ تصير كذا باتمان فعليا. يا سلام. الزهرة باتمان. والله من جد، يعني شوف هذا الكهف، شوف وين وصلنا، وصلنا للجزء الثاني بالخريطة حرفيا. هو مش باقي كهوف الآن هنا في هذه المنطقة، ما بقى شيء، ما بقى إلا هذا الكهف المسكين. خلينا نروح على الكهف المسكين هذا يا جماعة الخير، ونروح بعدها على كهف رضوان، آخر كهفين. ليتس جو. التوين بليد باللعبة هذه أقوى شيء. صح اللي سألني عن سلاحي يا جماعة الخير في الحلقة اللي راحت. هذا هو، هذا بلود توين نايت سورد. تاخذ من وين هذا يا فرناس؟ في كهف من البدايه زيه بس كهف من البدايه تحارب نايت يعطيك اياه، ما كان يعني الموضوع صعب. بس في اللي افضل منه ترى، في اللي افضل منه اللي انا استخدمه واحيانا ما استخدمه، اللي هو هذا، هذا الاورونيا اخذته مع القناع اللي انا لابسه لو تلاحظون، مو القناع هذا، القناع اللي حق الشايب حصلته بهذه المنطقه. اللي يسال وين 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 وين، دقيقة هنا بالمنطقة الثلجية بس ما عاد اذكر وين. لا وليد هذا يعطيك كتانة. من قالك يعطيك كتانة؟ اي صح 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 صح، اي يا جماعة الخير تذكرت وين حصلته. حصلته هنا بهذه المنطقة، سكند تشيرش اوف امريكا. المنطقة هذه اللي هنا، في هنا بون فاير، تاخذ بون فاير هذا تمشي مع الطريق لين توصل هنا، يجيك انفيدر تذبح وتاخذ منه الرمح وتاخذ منه برضه القطعة اللي انا حاطها بالمكس اللي هي هذه الحمراء الكريستال تير، تاخذين اثنيناتهم تصير اوفر باور فيهن. اللي يسال يعني انا بعلمكم ان شاء الله تعالى بعد ما اخلص اللعبه بسوي مراجعه، لان الحين لاعب اللعبه وقت طويل ترى جدا، وبنفسي مره اسوي مراجعه اللعبه، والله بنفسي ابدع بالمراجعه. اوكي شكله وراء، شكله هذا الباب اللي اطلع منه بعدين. اثنينات اعتقد مو من الجهه الثانيه. شوف المناطق اللي زي هذه اللي تجي لونها احمر بالخريطه دائما مناجم، مناجم هي بشكل عام، يعني مو دائما مناجم، تحصل فيها الشباب اللي زي ذول اللي وراي. فذول المناجم مش تحصل فيهم فرناس، تحصل فيهم الجرس. لا اشيلك من الحجاره، حجاره 100%. الاجراس اللي تروح تعطيها للتماثيل اللي موجوده في التيبل ويبيعونك احجار. عاد انت حظك. مثل الحين انا بموت انا. ما مت، اوكي كويس. انك باتمان ولا اخوك يعني لابس ذا خلاص. احيانا تحصل الاجراس الكور، هي بعض الناس يسمونها كور، هي اسمها جرس ترى بشكل. يا سلام هذا هيدلس، وش ذا؟ اوه انشنت دراجون مدري ايش. اوكي الشباب يتزعلون مع بعض فخلهم يتزعلون مع بعض. اذبحوه اذبحوه اذبحوه. هنا طريقي معقوله؟ اضرب. لا ايش الفائده؟ اجل من فوق شكلي. بحوث بحوث بحوث، ما عليكم مني، انا مسكين ترى، انا انسان مسالم. من فوق من فوق اعتقد. من فوق؟ ايه اهم هو طيحك. صح ولا لا؟ اجي اصبغ فيهم وتشوف. بيرجعني. لم تضبط معك. وين من فوق؟ من هنا؟ انت مقصح هنا ترى احس مخي. مطيح انا ما ادري وين جيت. من هنا من هنا. اوه من هنا واضح انه من هنا.
مع السلامة يا أخوي. ها الله وياك، راح أنساك. ما جيت هذا الكهف صح؟ أنا اللي جيته. طيب لكن ناسي الأجراس هذه تحصلها يا فرناس أحيانا بصناديق، وأحيانا بتذبح البوس حق الكهف نفسه تحصلها حق الاستدعاء قصدك؟ إيه الآن الآن بحصل جرس بتشوف. هذا لازم تقتل عشان يفتح لك الباب. لا ما يحتاج، هذا الرجال هو يرسبن رجال طيب ترى. دقيقة اصبر اصبر يا خوي، خلاص حجر لي بموت أنا ميت. بيسحبني اسوي. السلام عليكم، هنا البوس، خلني افتح الباب هذا بسرعة. يخرب بيته ما اسرع. ترى كسر ستو تخيل قلت ايش؟ لا يخرب بيته الزعيم هذا هنا موجود يا خوي. غش غش كذا يا خوي، انا بغش. ما كان لا روح 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 عند الزعيم يمكن دمج هلته ابو كلب. انا بغش بسبة الزخر معانا، خلي الميمك يروح له وانا اروح لهذا. انا اتفاهم ويا هذا البوس. انا ما انتبهت لذيلك، توقعتك ضربت مره واحده بس. ايش فيك؟ انا جايك. طيب ابعد ابعد ابعد. ذاك وين؟ اول ميمك. اوه ماي جاد، تقدر تشيله ترى. دقيقة بيصير ممك ذا. ابعد سيمبا ابعد ابعد. اقول انقلع ما ابغاك تساعدني. ايش الحركة هذه؟ اوه عرفتها. اسمه يا وليد ها؟ هذا اسمه هاي لورد دارك سولز 3. اوريك وريني ولادة طبيعية. هذا اسمه ولادة طبيعية اسمه. او كيف كذا؟ راحت الفلوس، راحت الغالية ام الطيبة. حسبي الله ونعم الوكيل. انني قادم اليك يا ابا حشرة. وي اي لورد. واه واه واه. أمر الله. وي هاي لورد تعال تعال، نسخة تقليد من هاي لورد انت. اللهم انه دمجك طيب واكي والله. هذه ال 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 السعبولة الكبيرة ها؟ تلقني لقب ذيلك ها؟
اللي يحسبوني في التعليقات اني احتاج الممك يساعدني، ما احتاج الممك، انا والله كنت استخدمه طقطقه. شلون بابا؟ كويس رجل كذاب. الحين جايك اسالك بالله عشان تعطيني بس السحر، يا ليتني استخدم سحر. والله لو اني استخدم سحر نص مصيبه يا رجل. المنطقه هنا وش فيه؟ مو مفروض في ساحه، شيء غريب صح؟ ما ادري من جد شيء غريب. 20 وهنا للمسكين. كم اعطاك؟ 120,000. زين. 120 راحت فلوسي يا جماعة تدخل. رحني قبل شوي استلم لي نلبة. يعني والله ما تدخل. حلف علي. اوكي حاليا خلصنا جميع الانفاق اللي هنا، ممكن في انفاق ثانية بس انا ما اعرفها يعني ولا فرناس يعرفها. فعلى العموم حاليا خلينا نروح على كهف ريدان، مو ريدان، رضوان. كهف رضوان، ريدان هذا مطعم حق لحم هنا ورز واشياء طيبة. رضوان وين رضوان؟ دقيقة اي هنا هنا. اوكي. الكهف عند رضوان هنا بالزاوية هذه صح؟ ايه. رجعنا يا جماعة الخير، جينا على منطقة رضوان ورحنا على الزاوية هنا، وهذا هو الكهف حق رضوان الفنان. رضوان الفنان، هنا الكهف حقه. ما ادري شو مخبي الكهف، الكهف عميق يا فرناس ولا؟ تلقى ناس يضربون كذا مع بعض يفهمون مع بعض. اوكي. او يتفاهمون مع بعض. انت ايش طريقتك انت؟ طريقتي اني اموت. والله ما توقعت صراحه اني يستلموني من البدايه، لا والله العظيم. شوفون الحين حقين يا ساتر. دقيقه بالله يا ساتر. نلبس بس جاموده سيد. اي بسيد. خلكم خلكم تتضاربون واموركم طيبه ان شاء الله تعالى. الامور طيبه وزينه واهلها زينين. لا ما اقدر اسيد، لازم اروح يسار ويمين عشان افتح البوابه. اها. هنا يمين ما اقدر اروح، بروح يسار. بروح يسار ما اقدر اروح، يمين بروح. في شيء والله تحت. طيب طلعت هنا في شو اسمه؟ جريف حتى يعني يا ليتها شيء مهم. كنا قلنا للناس في منطقه فارمنج هنا يا جماعه الخير روحوا لها. وراك صندوق صح؟ خلص. ما انتبهت دقيقة. يب. اترك الصندوق. فتحته. كويس اني حاط الروت والله كويس. ما ادري ليش يا اخي نسيت اشيلها، والله العظيم من قبل شوي اقول لنفسي انه ان شاء الله بشيلها بعد شوي. متى ما صارت لي فرصة بشيلها ونسيت والله. غلط يا خوي اللي قاعد تسويه انت. اوه انت الشيخ حقهم، معليش. انت هذا ما شلته يا رجل، نسيت. هنا ما في شيء. كهف غريب، في اشباح قاعد يضربون مع بعض ها؟ هل يتضاربون؟ اتوقع عشان مسبة رضوان، عرفت؟ كل مات الجيش يلا صاروا زي الاشباح. والله رضوان فرق جمعهم يا رجل. الحين وين اروح طيب؟ انا وين من وين اروح؟ شلون طيب؟ معقوله يسار؟ لا ما يمديني من يسار. حتى الحصان حقي ما يمديني استدعيه. هنا ما جيت قدام سيدة صح؟ هنا ما جيت. ورا ورا ورا. ما مقطوع الطريق. ايش فيك؟ لا تقلد رضوان. برضه انت لا تقلد رضوان. انا كلب. الجود هذه يضرب رباط. هذه الدريسه اللي طلعت فيها تو ترجع لها بعدين. ايوه. اشرب اشرب.
يا ساتر يا حبيبي. يا هذه يا هذه ما ادري يا هذه دريشه ولا لنا عشان تنزل مع الله. الله ايش هذا؟ بس قبل ما اطلع شفت اكد تقدر ايه كويس. لا تقول لي رجعت. لا لا مكان جديد. هلا والله ردهان سولجر نايس. وشو ردهان؟ ايه اعطوني دعات ردهان. وين البوابة؟ وين ردهان تحتي؟ لا انا هنا جيت. ايش دخل ردهان؟ انا ليش اقول ردهان ما ادري. بس هنا بوابة ردهان باختصار شديد. يا الله رضوان دخل رضوان هنا البوس. انا كنت شوي ساكت كنت نسيت. لا يا شيخ لا 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 ما داني هذا البوس. انا الدوده ذي حقت الشجر. ما تأيم داي ولد عليه نصيحه. خليك جنبه بس اصير قدامه. الله علي المشكلة مو بخليني غابت. يتحول الآن فيس 2 برضه. اي اكيد ما شاء الله كل واحد لو 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 قدرة. هذا روت هنا لأن الليل السلام عليكم. يا الله البثلة حركات الخايفة. يا اخي خلاص بيظل يضربك اذا انت ما تضربه. هذا بلا بس مروح اعوذ بالله من حركات الطايف. اوه اعطاني جولدن سيد برضو نايس. انا كم جولدن سيد صار معي الان؟ تكفى قول لي معي 5. اه الله يا الدنيا بقي لي حبة. اوكي 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 الان خلاص الان ما عاد اعتقد انه باقي هنا في كاف. عرف لك كاف انا ما جيت الى الان. في عندك خاتم ليعطيك خاتم ليعطيك لما تقتل احد يعطيك فلوس زيادة. عارفه عندي موجود هذا هو. ماني تبغاني اروح على الكهف حقه. هذا هو موجود عندي. يعني رحت لانت انا وين وين هذا هو. اوه علمني عليه ابو سكر الله يعطيه العافيه. علمني يا جماعه الخير هذه نهايه المقطع. اسعدكم جميعا شكرا لكم على المشاهده الى هذه النقطه. هذه الحلقه خليناها جميعا عباره عن كهوف يعني زي ما لاحظتوا. ما ودي اختم اللعبه صراحه. الحلقه الجايه راح تكون البوس وممكن راح اقص هذه المقدمه وتشوفوني الان شابك على البوس في حال المقطع هذا طلع 20 دقيقه فقط لا غير. في نهايه كل مقطع قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.